ونبقى في ملف غزة، ولكن على صعيد المساعدات، أول قافلة مساعدات إغاثية تصل إلى خان يونس جنوبي غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3 التي أطلقتها دولة الإمارات. وقامت فرق تطوعية بإيصال طرود تغذية وخبز ومياه للعائدين إلى المنطقة، فيما تسعى دولة الإمارات لإعادة تأهيل مستشفى ناصر الطبي في خان يونس بعد انهيار المنظومة الطبية هناك. نتابع مباشرة من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة مع الكاتب الصحفي شريف النيرب. أستاذ شريف، أهلا بك معنا في غرفة أخبار سكاي نيوز عربية. حدثنا عن المزيد من التفاصيل حول هذه المساعدات التي تمكنت الإمارات لأول مرة من إدخالها إلى خان يونس في قطاع غزة. مساء الخير وشكرا لهذه الاستضافة. حقيقة دعنا نتحدث أولا عن ظروف دخول هذه المساعدات إلى منطقة خان يونس التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي في خلال الأيام القليلة الماضية. عمليا في صباح هذا اليوم قيل بأن الطرق لا يمكن أن تسمح بوصول قوافل هذه المساعدات إلى خان يونس، لكن عملية الفارس الشهم 3 في قطاع غزة قالت نريد أن نصل. قالوا بأن المواصلات غير موجودة، لكنهم أصروا وقالوا نريد أن نصل. قالوا بأن واسطات نقل المياه لا تستطيع أن تصل، لكنهم قالوا نريد أن نفعل وأن نوصل المياه إلى الناس في خان يونس. عمليا هذه الظروف المحفوفة بكل هذه العقبات، الإمارات العربية المتحدة اتخذت قرارا كبيرا أعتقد بالوصول إلى منطقة خان يونس بقوافل المساعدات الكبيرة التي اتجهت إلى هذه المدينة المنكوبة، والتي وفق ما رأه الناس هناك وصورته ونشرته طبعا عدسات الكاميرات تقول بأن خان يونس تعرضت لنكبة كبيرة. اليوم عملية الفارس الشهم 3 دخلت خان يونس، وهي أول القوافل التي تدخل خان يونس محملة بالمساعدات الإغاثية والإنسانية والطرود والمياه وكذلك الخيام للناس الراغبين بالوصول إلى منطقة خان يونس أو بالرجوع إلى مساكنهم. هل يمكن لنا أن نقول بأن هذه المساعدات تغطي احتياجات الناس؟ لا. لماذا؟ لأن هناك نعم. طيب سأعود إليك أستاذ شريف، ولكن يعني هذه أول مرة كما ذكرنا تدخل المساعدات إلى خان يونس بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها، ولكن نتابع المزيد حول هذه المساعدات. إذن على الرغم من جهود الإغاثة المتواصلة تتواصل المعاناة الإنسانية التي يعيشها سكان غزة، وهذا ما دفع الأمم المتحدة لتجديد دعواتها للتحرك العاجل للمساعدة. دعونا نتابع المزيد حول هذه الدعوات. إذن الهيئة الدولية ناشدت المجتمع الدولي توفير تمويل بقيمة 2,800,000,000 دولار لتلبية احتياجات أكثر من 3 ملايين شخص في القطاع والضفة الغربية حتى نهاية العام، على أن يذهب 90% من ذلك المبلغ إلى سكان غزة، حسب ما صرح المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية أندريا دي دومينيكو. وكانت الخطة الإنسانية التي وضعتها الأمم المتحدة للعام الحالي تضمنت تمويلا بقيمة 4 مليارات دولار، لكن الهيئة اضطرت لتخفيض المبلغ نظرا لصعوبة إيصال المساعدات، إذ أشار المنسق الأممي إلى رفض السلطات الإسرائيلية 41 طلبا قدمتها الهيئة لإدخال المساعدات للقطاع خلال الأسبوع الماضي فقط. ومن المقرر كذلك أن يخصص أكثر من 782 مليون دولار من المبلغ المطلوب لتوفير مساعدات غذائية لنحو 2,200,000 شخص في غزة و 400,000 آخرين في الضفة. وبينما تتهم الأمم المتحدة إسرائيل بعرقلة إدخال المساعدات للمدنيين في القطاع، يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصريحات منظمات الإغاثة بوجود مجاعة في غزة من الأساس. أعود إليك أستاذ شريف النيرب في رفح وأسألك عن هذا التمويل، وكنت تتحدث على أنه تبقى دائما رغم كل الجهود تبقى المساعدات غير كافية التي تصل إلى سكان قطاع غزة. هل بهذه المبالغ التي تسعى الأمم المتحدة إلى جمعها يمكن القول أن هذا يكفي لمساعدة أهل غزة؟
أنا أعتقد على ما نراه، أولا كل ما يدخل إلى قطاع غزة هي ليست مساعدات، هي إغاثات عاجلة بالمناسبة، لأنه عمليا مساعدة قطاع غزة يحتاج الكثير ويحتاج إلى أموال ربما تكون مضاعفة عما ذكر التقرير. لكن أعتقد بأنه كل الاحتياجات التي ذكرها تقرير الأمم المتحدة هي إلى حد هذه اللحظة. ما سيد شريف، نعم حقيقية صهيب، نعم. هي عندما يعني نصل إلى مرحلة وقف إطلاق النار الحقيقي في غزة. ليش؟ لأنه عند عودة الناس اليوم اتجه فريق صحفي تابع لعملية الفارس الشام 3 إلى منطقة خان يونس، الحديث من هناك يقول لا يوجد مدينة ولا يوجد مساكن ولا يوجد أي شيء من مؤهلات الحياة مرة أخرى. وبالتالي أعتقد كل هذه التقديرات صدرت عن منظمات لحد هذه اللحظة لم تصل إلى الفئات الأكثر تضررا من تلك التي تعرضت لها منطقة خان يونس وشمال القطاع وغزة على أقل تقدير. لكن عمليا كل الإغاثات الحاصلة في قطاع غزة، لا يمكن لنا أن نستثني طبعا صهيب عمليات الإسقاط الآن التي تجري في قطاع غزة والتي وصلت إلى 35 عملية،